ولمناقشة أبرز التطورات على الساحة الشرق أوسطية ينضم إلينا من بيروت الباحث السياسي حسان عليان. أهلا بك أستاذ حسان ضيفا على شاشة قناة اليوم. أسعد الله صباحكم أستاذ حسان. يعني بداية يعني أمس الكل تابع مجريات يعني القمة العربية أو القمة الخارجية العرب في القاهرة، انسحاب وزير خارجية الحكومة السورية أثناء كلمة وزير خارجية النظام التركي، يعني ما الرسائل التي تقرأ من ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، التحية لك المشاهدين الكرام. أنا باعتقادي طبعا هو أصلا هذا يأتي في ظل انعقاد وزراء الخارجية العرب لمناقشة تجميد حضور الكيان الإسرائيلي المتحدة، وليس يعني إلغاء أصلا وجود الكيان الإسرائيلي بالأصل في الأمم المتحدة، على اعتبار أنه كيان عنصري قاتل مجرم وما إلى ذلك. في الشكل أنا باعتقادي لها علاقة في التطورات التي تجري في المنطقة، وأيضا الموقف التركي المتذبذب من الوضع في داخل غزة وعلاقته مع الكيان الإسرائيلي التي لهذه اللحظة ليست واضحة. ليس هناك من قرار تركي واضح بقطع العلاقات بالكامل مع الكيان الإسرائيلي، في الوقت أن الرئيس أردوغان يندد ويرفع الصوت كثيرا في التنديد بالمجازر التي يرتكبها العدو الإسرائيلي. الأمر الآخر له علاقة في ظل المفاوضات التي كانت جرت أستاذ حسان، عراقية إيرانية. نعم، صوت يتقطع. يتقطع أستاذ حسان الصوت. الآن تفضل. واضح ولا لا؟ تفضل، واضح. طيب، كان مسموع الشيء اللي حكيته بالأول؟ نعم. طيب، أنا أقول إنه له علاقة في الترتيبات نعم. التي كانت تسعى إليها روسيا من أجل إعادة العلاقات بين تركيا وسوريا في ظل التغيرات التي يجب أن تجرى في المنطقة لمحاكاة الأوضاع في والمستجدات القائمة والتعنت الإسرائيلي في عدم القبول بإطلاق النار في غزة. الأمر التالي له علاقة في التردد التركي في الاستجابة للمطالب السورية فيما يتعلق بالوجود التركي في سوريا والاستجابة للرغبات فعليها المصالح المشتركة بين الدولتين، وهناك كان مبادرة إيجابية وهناك طروحات من الطرفين، الرئيس الروسي الرئيس التركي أردوغان والرئيس السوري بشار الأسد، بأن كان هناك تقاطع وهناك مسافة بدأت تقترب، ولكن يبدو أن الموقف التركي حتى هذه اللحظة ليس جازما بأنه سوف يأخذ المسار التسوي على سبيل إعادة العلاقات بشكل جدي. هذا ثلاثة له علاقة كما ذكرت أنه بالشكل ربما يكون هو رسالة للجانب التركي أن سوريا جادة بالاستجابة إلى إعادة العلاقات ولكن ليس بالكلام المعسول. لذلك أنا باعتقادي ممكن تكون هذه هي الرسالة بالشكل وليس بالمضمون بالمعنى الحقيقي، بس رسالة لإعادة يعني قراءة المشهد بشكل مختلف تركيا في مسألة المقاربة. أولا كما جرت إعادة علاقة مع مصر على القاهرة أن هناك قواسم مشتركة، يجب أن تعود العلاقات بين تركيا وسوريا أيضا للحفاظ على سيادة الدولتين وعلى الحدود المشتركة بين الدولتين والحفاظ على السيادة السورية أو السيادة التركية، وهذا الأمر طبعا ترعاه يعني تتطلبه حالة الانفتاح الجديد. أنا بتصور المسألة إلى علاقة بهذا الإطار، أيضا في أن وجود تركيا أصلا في الجامعة العربية بهذه هو اجتماع عربي وليس اجتماع عربي إسلامي مبارسين، ولذلك أنا بتصوري يمكن يكون له علاقة احتجاج ليس أكثر، وهي رسالة تبطن مضمون سياسي. نعم، يعني أيضا وجود تركيا في اجتماع خاص بوزراء خارجية العرب يعني يثير التساؤل. يعني أستاذ حسان، لو انتقلنا إلى موضوع آخر، دعني أستغل وجودك يعني معنا فيما يخص لبنان والتصعيد الإسرائيلي يعني باجتياح لبنان، كيف تقرؤون هذا التصعيد؟ واضح أن أصلا التهديدات الإسرائيلية منذ بداية العدوان على غزة ودعم وانطلاق المقاومة في لبنان دعما وإسنادا لغزة وأيضا للدفاع عن سيادة لبنان، كانت هناك تهديدات متتالية من جالنت، بني غانتس، حليفي، كل هؤلاء كانوا يدعون دائما إلى أن تقول هناك أيضا حرب يعني متلازمة مع الحرب على فلسطين يعني على غزة وعلى الضفة، ولكن كان هناك تباين وهناك رؤى مختلفة في هذه المقاربة نتيجة غياب معلومات دقيقة كيفية المواجهة وأيضا في مسألة الربح والخسارة والكلفة. يعني اليوم العدو الإسرائيلي عالق أمام واقع فعلي ويتلمسه حقيقة أن المقدرات الموجودة عند حزب الله تجعله يعيش حالة إرباك حقيقية.
كيف اتخاذ قرار، اولا ليس هناك شجاعه وجراه في اتخاذ القرار، ثانيا هناك انقسام بين السلطه السياسيه والسلطه العسكريه منذ البدايه وحتى هذه اللحظه ما زال هذا الامر هو الحاكم. فضلا عن ذلك ان حزب الله والمقاومه اظهار بعض المقدرات التي فعليا تصل برسائل بالنار الى داخل الاسرائيلي، وايضا الى استهداف مستعمرات جديده بحسب مقتضيات الحال، وايضا التهديدات التي اطلقها السيد نصر الله في بعدما بدا العدو الاسرائيلي باستهداف مدنيين. لذلك عندما استشعر العدو ان هناك فعلا قوه ناريه حقيقيه موجوده لحزب الله، فضلا عن ذلك التحذيرات من مسؤولين امريكيين قبل يومين وفيهم إليوت ابرامس في دينيس روس في يعني شخصيات وازنه وهؤلاء اساسا قريبين من المشروع الصهيوني المشروع اسرائيل، كانوا ينددون بان الذهاب الى حرب إسرائيل. لذلك أنا باعتقادي القرار عالق بين اتخاذ القرار من عدمه، ولكن هم يريدون بالمقابل عودة المستوطنين تحت أي حجة، تحت حجة أن المواجهة بالعسكر أو الأفضل بالدبلوماسية. لذلك نرى أن الوسطاء الدوليون عندما يأتون إلى لبنان يقولون رسائل التهديد أن إسرائيل جادة في أن تقوم بحرب إلى لبنان ودع، وطارة يضعون سيناريوهات مختلفة أن يأتوا من الجنوب والجنوب الغربي باتجاه سوريا وإلى قطع الطريق مع البقاع الغربي إلى لبنان قطع يعني إمداد السلاح لحزب الله. كل هذه السيناريوهات عارت العدو الإسرائيلي عندما كان يريد أن يقدم على خطوة عدوانية باتجاه لبنان لا يقدم يعني توضيحات ولا يقدم أساسا سيناريوهات، عادة يقدم على العدوان بالمباشر. لذلك هذه المرحلة حساسة جدا للعدو الإسرائيلي لأنه عالق في غزة لم يستطع تحقيق انتصار، ذهب باتجاه الضفة الغربية من أجل أخذ النموذج لغزة إلى الضفة ولكنه فشل، وخصوصا بعد عملية ماهر جازي من الأردن. كل هذا أنا باعتقادي يجعل العدو الإسرائيلي في حالة إرباك وتخبط، ويجعل من هذه المسألة التهديدية رسالة للأمريكان ربما يستطيعون الضغط على السلطة اللبنانية للضغط على حزب الله بعدم الإقدام على التصعيد في عمليات جديدة أو أن يعني يفصل بين الجبهات يعني بين لبنان وغزة، وهذا الأمر محسوم بالنسبة لحزب الله. لا يمكن وقف الدعم عمليات الدعم والإسناد إلا غزة ما لم يتوقف العدوان في غزة. طيب أستاذ حسان، يعني لو انتقلنا إلى الصعيد الشرق أوسطي، يعني تعثر مفاوضات غزة اليوم كيف يلقي بظلال أو إلى أي حد يلقي بظلال قاتمة على التصعيد الحاصل في المنطقة؟ التصعيد قائم ولكن المفاوضات أساسا في مكان آخر. أنا باعتقادي المفاوضات ليست جدية، الأمريكي ليس جاد، الأمريكي أنا باعتقادي هو فعلا يريد هذه الحرب، يريد الحرب أولا لمصالح أمريكية، ثانيا للحفاظ على الكيان الإسرائيلي وأمن الكيان الإسرائيلي، ثالثا وهو الأهم يجب أن تكون رسالة للحلفاء أمريكا في المنطقة أن أمريكا ليس لديها حلفاء، وبالتالي هي فعليا من يدير المعركة، بل هي من يريد هذه المعركة أن تصل إلى الخواتيم تقضي على كل حركات المعارضة للكيان الإسرائيلي وأيضا لضرب كل المقدرات التي تواجه تحديات للوجود الأمريكي والمصالح الأمريكية في المنطقة. أمريكا ليست وسيط ولا يمكن أن تكون وسيطا نزيها. التصعيد باعتقادي يمكن أن ينضبط فيما لو كانت أمريكا جادا بوقف الحرب والذهاب إلى أمور أخرى، وأنا باعتقادي عالقة بين أمرين، الحفاظ على أمن إسرائيل والأمر الانتخابي. يعني الحزب الديمقراطي في الإدارة الحالية تخشى كثيرا الضغط على نتنياهو للقبول بوقف الحرب بأي شكل من الأشكال، وهذا سيؤثر كثيرا على المستوى وعلى الصوت الناخب اليهودي بين قوسين، لأنه له تأثير بالمسألة الدعم الانتخابي باللوبيات بالميديا بالإعلام، له تأثير كبير جدا. لذلك في إدارة بايدن هي يعني متأرجحة ومتذبذبة باتخاذ القرار، لذلك نجد أنها ليست جدية في الضغط على نتنياهو. التصعيد باعتقادي سوف يبقى حاكما، وإسرائيل سوف تبقى في هذه حالة الاستنزاف، وحركات المقاومة في المنطقة هي أيضا مستعدة كما هو الحال في غزة ويتبين ذلك من خلال العمليات، وأيضا في الضفة الغربية لم تستطع إسرائيل أيضا حسم المعركة بطريقة أن تؤتي ولو بصورة نصر إلى الجبهة الداخلية. أنا بتصوري الآن المسألة عالقة عند القرار الأمريكي، في أزمة حقيقية داخل الكيان الإسرائيلي، وهناك انقسامات حادة على مستوى السياسي والعسكري، وهذا على فكرة هذا جدي وليس شكلي. يعني فعلا يعني ممكن الإسرائيليين كلهم يتفقون على قتل العرب وقتل الفلسطينيين، ولكنهم الآن يختلفون على الإدارة، لأن عندما يذهب نتنياهو سوف يأتي لبيد ويكون في موقع نتنياهو وربما يخوض حربا، ولكن الصراع الداخلي هو فعليا نراه أنه يعني يطفو على السطح، ولكن في النتيجة
الكيان الإسرائيلي هو كيان قاتل قاتل وعنصري، ولا يهمه الفلسطيني أو أن يختلف عملية شكل القتل. لذلك أنا باعتقادي المفاوضات سوف تبقى عالقة إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية، ويمكن أن يكون هناك اتفاق بين ترامب ونتنياهو بالتأجيل لعدم إعطاء فرصة لكمالا هاريس، لأنها سوف تكون ورقة رابحة في لو ما استطاعت وقف الحرب في غزة والذهاب إلى التبادل. وهذا الاعتقاد يمكن حتى هذه اللحظة يتم الحديث عنه بشكل جدي، ونتنياهو ربما يراهن على هذه المسألة. كان معنا من بيروت الباحث السياسي حسان عليان، جزيل الشكر على هذه المداخلة.